عن تداعيات رفع الدعم عن المحروقات في لبنان على الاقتصاد واللبنانيين مع قفز أسعار الوقود إلى 66%. ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور وليد الأيوبي. دكتور وليد، مرحبا بكم. يعني أسعار الوقود في لبنان تقفز بنسبة 66% بعد قرار المصرف المركزي رفع الدعم عنها، كيف استقبلها اللبنانيون دكتور وليد؟ يا سيدي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لم تعد تجدي نفعا لغة الأرقام. المجتمع اللبناني ينازع، الإنسان اللبناني ينازع، المواطن اللبناني ينازع، يموت. إنها حشرجات الموت، أنا لا أبالغ إذا قلت أنها حشرجات الموت. يا سيدي، هذه الدولة اليوم تتحلل، لم يعد بمقدور المؤسسات الرسمية أن تستمر، لم يعد بمقدور الإنسان أن يقاوم، أن يصمد. يعني تبخرت، فقدت مقومات الحياة الضرورية. أنا لا أتكلم عن الكماليات، نحن نتكلم عن الضروريات. ضروريات الحياة اليوم يعني أصبحت شبه منعدمة، إلا يعني القليل يعني المتاح لدى فئة قليلة جدا جدا من الناس. اليوم الشعب اللبناني كله، الحقيقة أنا لا أريد أن أغير بين فئة أخرى وبين طائفة أخرى وبين منطقة أخرى، نعم. كل اللبنانيين، كل الشعب اللبناني اليوم في خطر وجودي. الحقيقة نحن في خطر وجودي. طيب. اليوم هناك اليوم خطر بسبب أزمة الوقود. اليوم يعني أن نعاني من أزمة مياه، ونحن البلد الشرق أوسطي الأكثر غنى بالمياه. يعني ولم نستعمل منذ عقود من الزمن هذه الثروة الطبيعية لتوليد الكعلوبات، بل يعني أمعنا في استيراد يعني الوقود فقط يعني انطلاقا من حسابات طبعا نفعية وحسابات يعني فئوية. نحن الحقيقة نحن متلون بطبقة سياسية مجرمة. طيب دكتور وليد، فقدت نعم. كل المقومات الأخلاقية لكي تستمر في الحكم. دكتور سابقا تابعت يعني تصريحا لحسن نصر الله في خطاب له قبل مدة، وهو يعني أعطى حلا ربما يكون منطقيا، وهي أن إيران بإمكانها أن تصدر الوقود إلى لبنان بالعملة المحلية اللبنانية وليس بالعملة الصعبة. لكن في هذا الإطار، هل تعتقد أن لسفينة الوقود التي أعلن عنها حزب الله، هل بإمكانها أن تحل المشكلة دكتور وليد؟ يا أخي، سفينة الوقود هي المشكلة. يعني اليوم نحن نعاني ما نعاني منه الحقيقة لأسباب عديدة، منها الداخلي ومنها الخارجي، والتداخل بين البعدين يعني، والترابط عضوي الحقيقة يعني. ولكن نحن نعاني ما نعاني منه يعني بنسبة عالية نتيجة هذا التناقض الشديد، تنافس بين السياسة الأمريكية والسياسة الإيرانية التي تنعكس حصارا وتشويعا وإفقارا وهدما لهذا المجتمع. هذا يعني لا يماري فيه إلا مماحك. من ثم يعني نحن يعني إذا أردنا أن يعني نكسر أو نتجاوز أو يعني نخالف العقوبات المفروضة على الدول، على بعض الدول المجاورة، يعني هذا يعني أننا نكتب ورقة نعوي وفاتنا بأيدينا. الحقيقة الحل هذه حلول ترقيعية، العلة بالطبقة السياسية بالدرجة الأولى. طيب دكتور، ما هو الحل الجذري دكتور؟ وبالدرجة الأولى والثانية الحقيقة بهذه الصراعات الدولية التي نحن تأخذنا رهينة وتختطف يعني إراداتنا ومصالحنا ومصائرنا. نعم.
دكتور، وصفت هذه الحلول بالترقيعية، ما هو الحل الجذري من وجهة نظركم في لبنان كي يتخلص الشعب من هذه الأزمات المتكررة؟ الحل هو أن ترحل هذه الطبقة السياسية من غير عودة. نعم. هذا كلام سوريالي، هذا ولكن لا حل في ظل هذه الطبقة، الطبقة السياسية الحاكمة هي المشكل، فكيف يمكن أن تكون حلا يا سيدي؟ فإذا الحل بترحيلها ولا يمكن الحقيقة ترحيلها في ظل نظام، في ظل موازين القوى القائمة، يعني من خلال اللعبة الديمقراطية التي يعني هي عبارة عن مسار الحقيقة تراكمي، ولا يمكن أن تعطي نتائج فورية على هذا المستوى. ما يتطلب منا الحقيقة كقوى تغييرية الحقيقة بالمجتمع الصبر والقزم الغيظ، ونحن ننازع. إذا الحقيقة نحن في حالة يرثى لها، في حالة لا نحسد عليها. والمشكلة إنه الدول المتصارعة الحقيقة يعني هي أيضا تثاقل من المشكلة، بعضها نتيجة تناقضاتها القائمة فيما بينها. يعني اليوم الموقف الفرنسي يعني هو مهاجم للطبقة السياسية. طيب. الموقف الأمريكي لا أراه أنا أنه حاسم وأنه يعني جازم بالتعاطي مع الطبقة السياسية. هذا الذي يسمى المجتمع الدولي هو الذي أنتج هذه الطبقة السياسية، والحقيقة هو مسؤول يتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأمور، لأنه غض الطرف ولم يفعل آلياته المحاسبية وآلياته في مجال المساءلة، فترك هذه المنظومة السياسية تمعن فسادا في هذه البلاد من دون مساءلة ولا حسد. دكتور وليد، عفوا نعم. دكتور وليد، يعني تولي حزب الله حل أزمة الوقود إلى أي مدى يكشف هيمنته على الدولة التي أصبحت تدار كما يرى اللبنانيون من قطب واحد؟ استمرار هذا الشكل بإدارة الدولة ويعني حل الأزمات من قبل ميليشيات محسوبة على النظام في لبنان، إلى أين يقود لبنان في النهاية؟ يعني طبعا تنظيم حزب الله يعني له اليد العليا في السياسة العليا في الدولة العلية. هذه هي حقيقة، هذه حقيقة موضوعية. نعم. الحقيقة يعني أنا لا أريد يعني أن أسرد اليوم المؤشرات على هذا الأمر. الحقيقة نعم. نحن قلنا ونكرر بأنه هذا البلد لا يمكن أن يحكم قبل لا حزب الله ولا غير حزب الله. نعم. هذا البلد لا يمكن أن يحكم إلا من خلال الابتعاد عن المحاور السياسي الرشيد الوحيدة التي هي شبكة خلاص، طريق خلاص هيك يعني وخروج من المأزق الحقيقة الذي نحن فيه. هو الحقيقة فك الارتباط على حزب الله، أن يفك ارتباطه حقيقة بما يعرف بمحور الممانعة. نعم في طهران وغير طهران. نعم دكتور. وأيضا الأصدقاء الآخرين، ولكن الأصدقاء الآخرين حقيقة يعني لا يملكون جيوشا مسلحة، وبالتالي يعني هم في هذا المجال لا يتحملون سوى المسؤولية، يعني المسؤولية الجزائية كونه جزء من المنظومة السياسية. نعم دكتور، وضحت الصورة. نعم. ليسوا منغمسين كما هو منغمس حزب الله. نعم. من بيروت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور وليد الأيوبي، شكرا جزيلا لكم.